أو تدري أو تدري هذه الحكومة يعني تترك يعني تترك حتى يخرج التلميذ الذي في عمره هو في عمره 10 سنين في عمره 12 سنة في عمره 15 سنة أو لا تتقي ما سيمنعه؟ لماذا 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 تفعل بهذا بهذه البراءة؟ تترك البراءة في 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 بيتها، تترك البراءة في مدرستها في قسمها، تترك البراءة لكن هم خرجوا هم خرجوا لوحدهم. هل هناك من قال تعالى لهم اخرجوا الى الشارع؟ لكن خرجوا وحدهم، ولكن ما لماذا لماذا حبا حبا للوطن حبا للوطن هذا 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 شيء يحسب لهم. نعم. ولكن في النهاية دائما نخاف من شيئين اثنين لا ثالث لهما. الشيء الاول ان نخاف على سلامة التلميذ. نعم. نعم. والشيء الثاني نخاف على انحراف الحراك السياسي ان يخرج عن نطاقه ويستغل من طرف بعض الاشخاص. هذا الشيء اللي خلانا باللي. نعم. ماذا بنا التلميذ يبقى داخل قسمه ان حتى وان خرج الاستاذ للحراك. ماذا بنا التلميذ يذهب الى منزله ويريح مع اهله خوفا وفي مصلحته.